السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم احمد خلف من قناة المحترف اكشن. لو انت شاري بوتاجاز او ثلاجة او اي جهاز كهربائي من توشيبا، احنا بنتكلم عن توشيبا مصر، من شركة توشيبا العربي الموجودة في مصر. تمام، هعرفك ان انت ازاي تفعل الضمان بتاعها من خلال الكمبيوتر بطريقة سهلة وبسيطة، فتابع معايا الشرح ده عشان تعرف الطريقة. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل متابعين محترف اكشن في كل مكان. في شرحنا النهاردة هعرفك ازاي ان انت تفعل الضمان لو انت شاري غسالة او بوتاجاز او اي جهاز كهربائي او غيره او من الادوات المنزلية اللي هي محتاجة الضمان من توشيبا العربي. تمام، هعرفك النهاردة ازاي ان انت تفعل الضمان بتاعك عن طريق الانترنت. الموقع ده عاملينه موقع توشيبا العربي او شركة توشيبا العربي. من خلال الموقع ده اول طريقة اللي احنا هنعملها ديت، من خلالها تقدر ان انت تفعل او تسجل الضمان بتاعك عشان تضمن حقك. فكل اللي انت هتعمله هتدخل على الرابط اللي انا هسيبه لك تحت دوت في وصف الفيديو. تمام، بعد ما تدخل على الموقع اللي انا هسيبه لك تحت دوت اللي هو تبع توشيبا العربي، هتلاقي مكتوب لك هنا طلب تفعيل الضمان، هيطلع معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. هنمشي مع بعض الخطوات عشان نعرف الطريقة. كل اللي هتعمله هتيجي هنا عند التحقق من التفعيل، هتيجي هنا تحط رقم التليفون بتاعك اللي انت مسجله في الفاتورة. يعني لما تروح تشتري الجهاز بتاعك بيدي لك فاتورة، الفاتورة ديت بيطلب منك رقم التليفون. تمام، بعد كده تبدأ تحط رقم التليفون اللي انت مسجله في الفاتورة، وبعد كده تيجي عند حاجة اسمها فئة الجهاز. هتيجي عند فئة الجهاز وتشوف الجهاز اللي انت شاريه ايه، غسالة ولا ثلاجة ولا بوتاجاز ولا ايه بالظبط. تمام، وتبدأ تختار من هنا الأجهزة مثلا المنزلية الكبيرة لو انت شاري بوتاجاز او غسالة او حاجات من اللي هي حجمها كبيرة، تبدأ تختار الأجهزة المنزلية الكبيرة. تمام، هنيجي هنا عند حاجة اسمها نوع الجهاز. هنيجي هنا عند نوع الجهاز ونبدأ نضغط كده، هتطلع معانا أنواع الأجهزة اللي عندنا. في حالتي أنا مثلا هختار مثلا غسالة، هبدأ أضغط عليها. بعد كده لو سحبت الشاشة لتحت هتطلع معاك الواجهة اللي أنت شايفها ديت. أول حاجة هيقول لك الرقم القومي اللي هي البطاقة بتاعتك، هتبدأ تصورها بالموبايل وتخلي صورتها عندك على التليفون. هتبدأ تضغط من هنا كده تختار ارفق صورة، هتضغط عليها، هتبدأ تختار صورة الرقم القومي أو صورة البطاقة بتاعتك، تضغط عليها. تمام كده ضفنا اللي هو الرقم القومي أو صورة البطاقة. هنيجي عند حاجة رقم السيريال الجهاز. من ورا التلاجة أو ورا الغسالة في كده زي لوحة عليها بيانات التلاجة أو بيانات الغسالة أو بيانات الجهاز بتاعك دوت، بيكون عليه السيريال نمبر. فأنت صور اللوحة ديت أو القايمة ديت بصورة تكون واضحة. وبعد كده بعد ما تحطها على الموبايل هتبدأ تضغط على ارفق صورة السيريال، وتبدأ تختار الصورة اللي انت صورتها ديت. هتيجي عند اخر حاجة اللي هي فاتورة الشراء. لما تروح تشتري الجهاز دوت من عند التاجر بيديلك فاتورة. تمام، الفاتورة ديت برضو هتصورها عندك على الموبايل، وبعد كده هتيجي عند حاجة اسمها ارفق صورة الفاتورة وتضغط عليها. بعد كده تختار صورة الفاتورة. تيجي لاخر مرحلة دلوقتي معانا اللي هي التحقق. هتبدأ تضغط على كلمة التحقق، هتستنى شوية لحد ما يبعت لك كود هيجي لك على رقم التليفون اللي انت مسجل بيه. اول ما يجي لك الكود هتبدأ تحطه في الخانة دوت. في حالتي انا وصل الكود معايا هنا اهو. تمام، هبدأ اكتب الكود هنا عشان ابدأ افعل الضمان. تمام، تتأكد ان الكود تمام 100% نفس الارقام اللي مبعوتها لك في الرسالة، وبعد كده تضغط على اوكي. هتستنى شوية لما يأكد معاك الضمان، واحنا بنعمل الخطوات دي مع بعضينا خطوة خطوة. تمام، وبعد كده هتلقى الضمان بتاعك اتفعل على طول. ده كان بكل بساطة من ضحى حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم.